ضيف الجزء الثالث والاخير من جي دي تي تحضر معنا سلمى جلال. عسلامة، مرحبا. مرحبا لأشواقة الانوار. عايشك يا محليك ومحلى الطله نتاعك يا بحلينا. عايشك مش شميت هيك على راسك ولا محليك محلى الطله بحلينا. بص عمي خلينا نتقروحوا بالبرد. يسكت 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 لمنه لحظه. والله تقلوحوا بالبرد والسيد عارق اظنه بعد ما شاء الله. والله الحراره حراره. ايوه ان شاء الله مشكورون. شوف سلمى به معناتها هو السؤال هذا معناتها نورمالمون على حد علمي انت ما تعيش في تونس برشا هكا ولا؟ اي معناتها في مصر تو. بين مصر وتونس اما الاكثر في مصر. الاكثر في مصر اي. معناتها ما تصورش كان زياد المكي معناتها يكون بعث لك مساجات خاطر بعيد عليه. والله بعث لها إيه. انا نتفقد الجاليه نتاعنا لبرا ديما. سفير النوايا الحسنه هذا هو. بالرسمي. سفير النوايا الحسنه. يبعث لك المساجات. وربي معاه. جاه ربي يقول والله. والله. هو هو. زيد هالتليفون. الجامعه العربيه الكل بعث لها. انا ما عندي مخبي بلاقي صديقتنا اختنا ألفة مخرجة البرنامج ألفة بوزقر بلاقي ألفة جيب لنا كاميرا. انا حاب نوري المشاهدين السيد. كانت عاصمة كريستيانو رونالدو وانت تلعبش. زيد لازم توريني الساعة خلينا نشوف شو تحكي انت وياها مش هكا كم ساعة. لا اخوية فهمتني. لا سؤال السيد المشاهد. اصدقاء والله لا بونجور. يعطيني التليفون في يدي شوية. كريستيانو مع حنان بدا كيكا هو بونجور. بونجور. يا حنان. بونجور شوية غادي شوية معناتها والله اخوية. باهي لحظة زيد. امين. وينك زيدون؟ والله لا تخاف. يا ودي هاو التليفون في يدي على الكورونا. امي يا اخي ما تعطيش. باهي هات زيد ما ركحتيني ركح يدك ما نشوفوش. باهي هاو شافوا ها. باهي يا ودي زيدون. أبي خلي شوفوا السادة المشاهدين فاش تحكي انت وياه. وينك زيدون سافا شعار بوس قلب فما بوس فما قلب. ايه والله شيء اخو نتاع جاريتنا لبرا يا اخي شنو عملتي فيك شنو ناقصه زاده معناتها شنو ارجع ارجع باهي قتلوا بالله. لا العصفوره قالت لي خليك صديقك كذلك باللحظه هذيك قريت مساج البنت جوارديولا زيد فاش قاعد تعب وريني وريني البنت جوارديولا جات وريني 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 قلت لها ويلكم ماريا ويلكم حركة حركة زيادة ويلكم ويلكم قلت لها ويلكم ماريا ما عرفتش انا في الانجليزي على انا باش نكتب لها ان تونيزيا ولا ان تونيزيا حتى تدلها العالم لحظة ركع هديك بالله كيكة بالله خلنا نقراو السادة المشاهدين يحكي مع بنت جوارديولا شو وصلك البنت جوارديولا اي تو بعثت لها النص نهار وخمسة جاية مع السبعاوي هي جاية مع السبعاوي التو ان شاء الله تجيب وكا وجالتنا بالهذا في قبل معناتها مفلت انت على الاخضر واليابس معناتها تونسي مش تونسي باتمان كله على بعضه تحيه بلي صديقنا كادو تعبناه معنا امين سفيان يعطيه الصحة سفيان امين انا من اللي فما نحكيه تعرفني هاي سيدي هذاك مساجات نص النهار بمخه يبعث هكاك ساعات كي تبيع البوسطه في الليل يبعث لي انا يغلط في باله بعث لي قلب ويلكم من تونيزيا نوريه مساج هو فما حاجتين فما حاجتين نورمالمون ما يتقطعوش فما واحده منهم تقطعت زيد انه معناتها بزنس فن هذا نورمالمون ما تقطعش والحاجه الثانيه نورمالمون ما تقطعش تقطعت هي العظم مقطوع مقطوع باش نعرفوا اكثر تفاصيل وين مشى العظم جيبوا مع صديقنا طيب تو سويت وبعد ما قالوا باش يبذلنا عظمه في المباشر في المباشر أزمة العظام في تونس ماشية وتتعقد وكل مرة نسمع معلومة هل العظام مفقود من السوق؟ وشنو الأسباب اللي تخلي تونس تشهد نقص في العظام وقت اللي بلادنا تنتج يومياً 5 مليون بيضة؟ وشنو أسعار العظام للمواطنين اليوم؟ الشيء هذا خلينا نتوجه بكاميرا خفية لمجموعة من المحلات ومغازات بيع العظام المحل الأولى اللي مشينا له كان العظام مقطوع بابا تبيع عظام؟ وقتاش يجيب ربي عندك شي ان شاء الله يتبر شي حاجه العشيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اما في بلايص اخرى ما يقولوش انه العظم مقطوع اما يفرض علينا نشريو بلاتو اومبالي قضيب ربي بلاتو عظم كم عظم بابا تعبتين حاجتي بلاتو بلاتو فهمينش الشيء هذا اللي ما يعرفوش المواطن انه بالقانون ممنوع ويتسمى البيع المشروط والقانون يعاقب عليه بخطيه من 50 ل 5000 دينار معناه مواطن ماشي باش يشري حاره ولا زوز عظم ما فماش علاش تفرض عليه انه يشري بلاتو واحنا قاعدين نصوروا واحد من البياعة في المغازات اعطانا معلومه انه فما دب قاعد يخزن في العظم بطريقه غير قانونيه في واحد من المخازن في وسط العاصمه ويقطع فيه من السوق باش يبيع بالسوق اللي يحب عليه في الوقت اللي يحب عليه ودي ماشي ماشي سنترال متاع فوليا اه غادي يكون المرش انت ماشي من البحر ماشي خبيو في العظم غادي البارح غادي كزمان خويا معبين خويا هبطوا في العظم خويا يدخلوا فيها الاحوان خويا يخبوا فيها الداخل
في بعض المحلات الأخرى اللي فيها العظم نلقاو الصوم كل مرة كيفه، وقت اللي وزارة التجارة مسعر الحار عظم ب 980 للبيع للعموم. أزمة العظم ممتد لأكثر من أسبوعين وما زالت ما تحلتش، والمواطن ما عادش فيه وهو اللي قاعد يخلص في الفاتورة ويواجه في المشاكل. إلى متى المواطن التونسي باش يقعد يهز في حمل ومشاكل كبيرة عليه وقفته ماشية وتغلى؟ وحتى العظم اللي هو تتمتع به الطبقة الفقيرة ويتمتع به الزويلي ما عادش خالطين عليه. بقى فيكم شكون لاحظ اللي فما عظم مقطوع ولا ما عادش كما السادة المشاهدين في ديارهم؟ أكيد لاحظوا فماش عظم. أنت لوش على العظم ولا؟ لا عندي منعش عندها دجاجات يولدولها في الدار. عندي زيد يبيض لي في الدار. اي هو دجاجة دجاجة ترجع لي دجاجة بيقالوا انت لوش على العظم ولا؟ لوش اي مقطوع انا من قبل، هو قبل من قبل راس العام بجمعة هذول ست ايام بدا العظم تاع لقيت ولا حتى اليوم؟ لا انا وحده ميقالوا ياب ننهض حاط بيض سمعت مباشر سكوب وخلنا نقولها اكتبوا توا هكا هذيك الصفحات مأجورة وكملت الجمعة اللي فاتت حكيتوا على الأمور توا مي قالوا نقولها يا معلم لا لا ما تقول لا 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 مش عزمتي مش عزمتي بضت قبيلة في اللوج هاي هذاك أمين أمين أنت ما نورمال ما عندكش مشكل مع العظام أنا بعثوا ديما حبيبي أنت عظمت في كاريرك عبيد دوك ما تستحقش معناتها ماكش مستحق اليوم عظام لا عندي جيني من الثانية جيجتك جيجت والدجاج جاي متربي في مصر سلمى ما عندهم مشكلة تاع عظم ولا جبت معايا حار عظم من مصر حركتها هذه حركتها شوف قداش تضرب الحركية هذيك تقص وحدها وحدها طاب شكتوا على ضميرة جريدة العظمة اسمها سمر ما عندكش مشكلة مع العظم لا ما فماش مانيش قاعدة نلقى هاي ذي مواطنة تونسية بالرسمي كلكم ما عندكم من الدبل اطلبني اطلبني استعد نبيض لك اطلبني باه زير اي مقطوع بالحق مقطوع لا خديت عظم موجود منين؟ عظم ديناصور تاخو بيه عطار اللي بجنبي سوبريت انا ساعة ما نجمش عطينا بون بلان حار عظم كل يوم حارة تجم تولي تقاخي في الحلقة أنا ما ناكل شيء كل عظم يوميا العظم لازم على ذكر العظم ملا يا جماعة فإنه العظم كل يوم تاكل حارة حارة كل يوم تاكل حارة باية جيجة زردي والله جيجة زردي هذاك علاش يلعبوا بعضنا لعبة اسمها العظمات الأربعة فإنه منتخب الوطني التونسي يلعب في الكان هذايا عنده غنية من اهداء هيلا نور باش تسمع هنا ان شاء الله شويه اخر الغنية الجديده معناتها يعتبروا انت ركبت على الحدث ولا على الاخر علاش على ليكيب ناسيونال وتو كيفاش ما فهمتكش شنو سؤالك بالضبط معناتها ركوب على الحدث المنتخب يلعب بالعكس انا تونسيه فنانه نحب نفرح ببلادي وبليكيب ناسيونال ونشجعوا علاش جاتك كان ليك انت الفكره هذيك والله مشكل ما عملوش هي ذكية هي ذكية معناها المهم هي انسانة انا انسانة وطنية برشا انا نحب ياسر تونس ما تعلش توا عملت غنية على كيف ناسيونال علاش ما عملتش قبل تشجع في الكوبا راب علاش كوب دافريك لا اجتني الفكرة بصراحة شو هو الشاعر والملحن اللي كتب لي الغنية والله سمعني الغنية غنية حب وغرام ودري شنيا باش كنت باش نسجل الغنية وكما تعرفين لي انا نحضر في خدمة جديدة هو يسمع فيا في الغنية ديريكت مرة فيها تاع ستاد الغنية قلت له خويا بدل لي الكلام راني انا نحب الغنية هذيا الكوب دافريك وتو خلينا نشجعوا شوية الاولاد وما فيها بيس نفرحوا شوية فرحة فهمت اي هل تعتبرها غنية معناتها باش تكون مظهرة على المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله انا برشا عبيد يقولوا لي انت مبروكة مبروكة ما نعرفش ان شاء الله هو نسجلوا الحلقه ما نعرفوش ياسكو مبروكة ولا يا باش ناكل نهار الاربعاء يا باش ناكل تفرج فينا انت توا تعرف كان الاغنيه مبروكة ولا لا والله نسجلوا ما نعرفوش والله لا انتم تعرفوا الاجابه امين امين عملتها من قلبي اي بهذيك الحاجه البيضاء عملتها من قلبي بكل روح رياضيه زايده فهمتني ما عادش الناس كيفاش باش يقبلوها ان شاء الله احنا نتمناو للكيب ناسيونال ان شاء الله مربوحه وان شاء الله ديما فرحانين الشعب التونسي لازمنا فرحه شكون تونس الماتش الاول هي ذكرني مالي مالي سينجل دابا نعطيك العظم سينجل باش تسمعوه ان شاء الله في اخر حلقه دونك تقعد معنا كل مره قاعد نبيع فيه بالعاني باش الساده المشاهدين يقعدوا يتابعونا والله الكليب حاجه خارقه للعاده تشوفوها طبعا بعضنا نحطوا الكليب ونسمعوك انت مع بعضهم زوز دونك اكتشفوا الكليب ان شاء الله شويه اخر به سلمى ليلى مرحبا قالت هي ما عطاكش سجل اغنيه عاطفيه ما سجلتش اغنيه عاطفيه انت شنو امور العاطفه معك صافا مدام زياده لا انا عرفت الجمعه اللي فاتت سافا سافا شي سافا معناها شنو امر العاطفه امورك العاطفيه شنو احوالها لاباس الحمد لله
دايما تحبش تجي بزيت كي دخلت توا لا مش زيت جديده تدخل في الجو السيده ذي معناتها باش نوريهولك في تصويره توا تعاطي فين يعني لك حاجه ولا سيد مش سيد شكون السيد ثم حد باش نوريك توا هكا فوق ديم ثم حد شكون هذا سنفرة شكون كما تعرف سنفراعه تسمحني يعني. ليه الحقيقه ما نسمعش راب اما بيان سور خاطر معروف في تونس كل كي دونك سمعت به ما فهمش هاي شنو سالت عليه برشا ولا سالت عليه ليه مستحيل مستحيل ديجا صارت نلقى مره دي باج مهبطين ثم علاقه بيني وبين الراجل وما نعرفوش بالحق وقت اللي هبطوا الحكايه عند عامي ما نعرفوش ما عنديش جمله مع الراب وقتها مازال كيطلع ما عندوش برشا من يطلع ما عندي بيه حتى علاقة بالحق مرة في تلفزة ومرة في تلفزة زادة سألتني على نفس السؤال شنو علاقتك بيه شنو علاقتك بيه وخاطر هم هبطوا في الديباج هبطوا فهمت ما عندي بيه حتى علاقة وعمري ما قابلته وما عندي بيه حتى جملة اليوم تسمع أغانيه اليوم سنفرة ولا؟ نسمع شوية ويعجبك كرابير ولا؟ ما لي الحقيقة لا اوكي صراحه صراحه وكان يعجبني على الاخر سنفرة كانت فرش فينا نقولوا برافو برافو سنفور علي تعمل فيه كل معناتها اذواق هذه حكايه اذواق تسمع راب رابرك المفضل بلتي بلتي انا كلاي بل توا كفو نقصد نسمعهم الكل اي مفضل ما فيهش مشكله بلتي يعجبني بلتي محليها سحر جنجون اختيار موفق يا اخويا نشجع كازو الايمت هذا كازو به جنجون اي كل واحد رابور المفضل برشا فرجون زيدا انت موجوده في مصر معناتها عندك مده من اللي استقريت في مصر سلمى ترفض عروض من محمد رمضان رغم اني مازلت في البدايات نتاعك بعت لي ميساج ولا كلمني في نبدا واضحين وري تليفونك خدمه لا خدمه هذه امور خدمه ما تجيش تصور ما حبيش تصور كليب عليه بون الكليب زاد عنده مده الكليب كان كليب مافيا اللي عامله وقتها كنت باش نطلع مع اكتريس في الكليب بون كنت باش نصور معاه وتفاهمنا وكل كي نهار التورناج مشيت تورناج 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل في مصر تورناج عندنا 12 ساعه كملت الوقت نتاعي نروح اوكي هو وقتها عندهم ديسان اخرين باش يصوروهم بتاو في الليسان الاخرين باش يصوروهم الوغ 8 يوم زدت ما صورتش هزيت هكا ومروحه قالوا لي ما تروحش كمل صور معانا ونخلصوك نعطوك حتى 5 ايام في عوض النهار اللي كنت باش تصوروا معانا وكذا قلت لهم ليه ما نقعدش على خاطر ديجا النهار اللي بعده عندي تغناش تاع مسلسل ونصور 5 تاع الصباح فدونك خيرت بصراحه التغناش تاع المسلسل خاطر بالنسبه لي اكتريس مهم بالنسبه لي مسلسل ولا فيلم على كليب كانت تقول كليب خاطر محمد رمضان سينو ما نعملوش معناتها البعض يقول لك كيف معناتها بيزار معناتها ترفض كليب مع محمد رمضان معناتها البعض استغرب برشا استغربوا الحقيقه حتى في مصر معناها نلقاهم صحفيين مهبطين وكذا رغم الحكايه صارت في التورناج ما في باليش برشا عباد ما عندها شنو تعمل في الكليب انت؟ اكتريس تم اي نعرف فيهم معناها الكليب هو اصلا تبدل الفكره نتاعو الكل وقت اللي ما مشيتش معناتها تمثل انت الفتاه اللي حابه شو معناتها تبدل كيفاش تبدل الكليب تبدل نهارتها؟ نهارتها صوروا ديسين على اساس من بعد معناها تم ديسين اخرين باش نصوروا انت سلمى شنو الدور نتاعك في الكليب؟ مافيا 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 هو مافيا مافيوزا في الكليب اي هذا سلاح مافيوزا اي ثم سلاح وكل شيء جايبين نار وبرشا حاجات دونك ما عندوش حكايه بالعركه اللي انت والمنتج معناتها نتاع الكليب وكل ما عندوش علاقه لا تعاركت مع صحيح المنتج خاطر روحت مسألت وقت فقط مسألت وقت وكما قلت لك خيرت برامو علاقتك بالمنتجين في مصر معناتها كاسحه شوي اي مش نورمال اي معناتها في مصر برامو الامور ماهيش كما في تونس برشا والله سلمى شكون المنتج اللي تصدمت فيه واستدعاك على عمل ويبدو انه كثر لها شوي كثرنا ما استدعانيش معناها ماشي على اساس عندي كونترا باش نصحوا في شركة كذا حسيت معنا الأمور ما هي كما قولوا كهوا شو معنى الأمور مش هي؟ معنى كاستيج لي مصيي أنا فضل كاستيج نورمال ما خدمة فهمت حسيت الأجواء مش هي لقيت مثلا مشيت على اساس في بالي باش نلقى ناس ونلقى كذا دخلت البيرو نلقى واحد والراجل و ما تقوليش نلقى عشي معنا اي ما ماش هو بيحضرك عشان ما تفهم البيرو برافو سامحني انا بريء راني اسعى انا مش بريء انت معناتها تجيب صحفي تحضر لها عشاء هكا تو في البيرو
قال كابتن بيت هنا بيتزا معناتها هل تمادى اكثر من اللزوم معاك معناتها ولا ليه من البيت بعثته الحقيقه كيف والله العظيم والله رات الدجاج هي عطاته تو شي ريت الدجاج ضربته نعم شو اسمه امش نقول لكم لحظه معناتها كيد ريت العشاء ضربته معناتها السلام امش اعطيكم السلام كيما حكيت لنا هي السلام حليت الباب منتج معيط لها اجت عشاء شيل العشاء هذا تطاف هذا مرمز هذا كيف معناتها انت عشاء فسر لنا ليه سامحني مانيش نحكي لي ديتاي معناها هو طريقه الكليم وطريقه الغزره وطريقه تفهم العبد اسكو العبد ناوي على خير ولا العبد ناوي على شر معناتها غزرته كيما زيد تاع شر معناتها يعني نبات فوالا ما اضربوا لا يا ربي سامح هو حليت الباب لا انا ما نظنش تو واحد حل الباب طول عطيت ماكش اللبسه لبسه شنو هو لا سامحني انا مانيش شاطركش الراي زياد مهما كانت لبسه المراه فانه انت اللي ما تغزرش صحيح سامحني دايما ما نشتغلش انا نخزر شتردني متحرش انا تو حتى لا مش بيعجبكش باش تخزر بطل لا مهما كان ضد العنف المراه تلبس خويا هي حره اللي متدينه اللي متنقبه اللي تحب تلبس جيوب انت عليك تجيب لها كل واحده حره في روحها انت عليك تجيب لها شيء هو ليك المبين هي تاكل الدور لازم تحط على كتفك تقرحها وتروح برا هكا مرة هل يرتقي لقام بي إلى مرحلة التحرش؟ فما تحرش هل مستعدة اليوم أنك تقول لنا اسم المنتج اللي تحرش بك في مصر؟ ليه مستحيل مزلت قاعدة في مصر عليه اش عملت لك مستحيل هل هو اسمه يبدأ بحرف السين؟ إز جوكير بعد الألف واللام لقب معه السبكي ما نعرف إيه بقى هذاك هو الجواب صحيح عندي سكوب ملاك حليت الباب قلت له شو قال لي في مصر انا خلينا نحكي سكوب حليت الباب نلقى سبكي قلت له ايه ده عمل هكا ملوخيه بالفيره هز يدي ونقز عليه عنقه وكلينا مع بعضنا الملوخيه وتو استناه في الفراخ تو انا وياه نستناه في الفراخ الفراخ عنده قالوا يحب كسكسي ويحب سكوب ملوخيه متذكر عندك جوكير اصلا بعد ما سايك متذكر عندك جوكير فيش جوكير في الملوخيه عندك جوكير ما قلت شيء انا صارت لي مع السوق عندك جوكير راك تنجم تستعمله سلمى عندي ما قلت شيء انا قلت حاجه هو لقى هل تنفي تنفي معناتها الكلام اللي قلناه توا في حكايتي انا حكيت هي اي اللي فما قلته على لساني اي واحنا اللي فما قلناه على لساني هل هو فعلا السبكي؟ اي ما نعرفش عدم الرفض وعدم خليك انت ما دام جيب لك فريت ما جيبش فريت انت جيب لك فريت انا حتى الخبز بيت جيب مثلت في عمل ضخم زاد في سوريا اي تبارك الله عليك معناتها ملي خرجت في تونس علاش معناتها علاش الابواب لقيتها محلوله في البر اكثر من اللي فيها ما يعشيوش في تونس قولوها علاش خبيرين علاش تونس تلقى منتج وش اسمه ولا المخرج والمخرج والممثل في ساندويتش طيب شيء عايشين في ساندويتش كونتري وسويت ديسير انا كان الديسير اللي عملته انا والسبكي موس وشوكولا يا سبكي احبك قوي يلا نعاودها مره ثانيه بنفس النزل احبك كثير يا سلامه يا روحي يا روحي الله علاش معناتها الفرص ما كانتش موجوده في تونس معناتها علاش معناتها نورمال في تونس تكون اسهل برا تكون اصعب هذا الدرج عند الممثلين انت ديجا حتى كاريرك يقولوا بدات بالمقلوب بعدها انك مشيت اي بالرسم مشيت باش تغني طيب شو اللي تصغر طيب شو اللي تصغر اكيد انا كبر بون شو ميزيسين مانيش نغني نعمل موسيقى نعمل تيانو نعمل تيانو اي مشيت عند حفلات نتاع موسيقى فجاتني فرص نتاع خدمه اون بلوس قبل كنت نعمل مسرح فرجعت الحاجه اللي نحبها اللي هي التمثيل اما كي مشيت الغادي باش نخدم ما كنتش ماشيه باش نخدم جات الحكايه بطبيعتها فهمت معناتها انت اليوم تعتبر روحك ممثله في مصر ماكش مستقره في تونس، ما جاتكش مثلا ادوار في تونس لهنا رمضان اللي فات رمضان اللي قبله؟ خدمت في تونس خدمت لحظه برك يصلح 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 جو فاش مثلت في تونس؟ زيد متعشى باهي امين باهي ما نعرفش بالحق زيد باهي زنقة الباشا وشور صحيت ريت اما متبدله معنى كل مسلسل نخدمه في تونس يبدلوني في شوار مطلعيني كبيره في العمر في زنقة الباشا كيف كيف مبدليني في عجون 86 زاد مبدليني كيف كيف ما نعرفش عليه بالنسبه لهم البروفيل نتاعي ما يخدمش بدولي
يبدلوني معناها كله شعري. في مصر عندك صداقات معناتها مهمة جدا تنجم تعاونك ديجا برشا. يكفي نقول انه صداقة مع عمرو دير. عمرو اصحاب اصدقاء نورمال ماشي نورمال صديق 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 وخيين سافاك وخيين هي وخيين مع عمرو دير بالله سامحني هي وخيين مع عمرو دير وخيين مع زيد المكي مع عادي خير من عمرو دير وانت بلادي خير من مش خير منك يا سبكي بحبك قوي. معناتها عمرو دير في الدنيا كول ولا لا؟ اي كول وتحفون وجنتي وباهي صبا معرس اي معرس. يقولوا لي يحب برشا التوانسه ديجا معناتها عنده حب خاص الى تونس ودجا اللقطه نتاع الفان اللي كانت صارت مع تونسيه ما عرفش كان في بالك تعديت هذيك الحكايه ولا لا معناتها كان احكي لك عليه الحكايه معناتها قال لك راهي تونسيه وكل لا سالته ولا حكيت معاه على الحكايه كي هكا صحاب عادي نتقابلوا في المناسبات في حفلات في كذا عاشوره تونسيه ما عنديش عليها فكره الحقيقه ما نعرفش الحكايه عاشوره اش بيك ميغال حاسس مش مصدقين هي صحاب والله لا نفدلك بالعكس عليه يا اخي انا صحاب انا وزيد عن قداش عندك ما غنيتش في الساعة بالله؟ ما غنيتش؟ اوه ملي كنت نقرا حسرة. انت بديت سمعنا صوتي صحيت من البيت سمعنا حسرة. ما غنيتش ليه؟ والله ما غني ليه؟ والله تفضل ليه؟ ما غنيتش ليه؟ والله ما غنيش ما غنيش ما غنيش شو اسمه اغنيت عاشوري كل سنة هيلة هيلة تبارك الله عليك لا هيلة مش غني بيان سور هيلة مش غني امين 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 يغني امين يغني ايش جاوبت في امين في حالة هاي شرميتي 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 هاي شرميتي سامعك اللي تحب اللي تحب اللي تحب كان امين الشرميتي يغني لازمك تغني بعده ما تسمع لك امين الشرميتي يغني او مو غني بعد باه امين الشرميتي اقترح عليك اغنيه ما تجاش تقول عليها لا امش قول يا ميمتي الغالي فمش خير منك يلا في زين شد له غيتا غيتا حل حل ميكروفون يا ميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز عليا الأيام لعبت بيا وكواني الفراق وكواني الفراق طال في لا لا ولا لا ممتاز غنيت على الوالدة انت هكا ولا ما تنتصور عندك علاقة كبيرة مع الوالدة انت هكا ربي يفضل ولد امك ولد ماما ولد ماما عندي ليك مفاجأتي بقى لاخر الحلقة ما فيهوش تا شوف معايا الفيديو هذا ايوه عسام امين بمناسبة العام الجديد نحب نتمنى لك النجاح في مسيرتك المهنية بعد مسيرتك الكروية اللي توجت بالنجاح رغم الصعوبات اللي اعترضتك وهذا الكل يعود لإصرارك ومحبتك للكرة نحب نقول لك ان شاء الله يا ربي كل عام وانت موفق وربي ان شاء الله يخليك لينا ولعائلتك ونحب نقول لك راني نحبك برشا ربي يفضل لك ان شاء الله كيف شفتها تحكي معلمه لا تبارك الله عليها ربي يفضل انت تجاوبها هي تو اعطتك ديك الساعه ربي اول حاجه ربي يفضل امهاتنا الكل ونترحموا على الله يرحمه ولا عمره اللي توفاو هذيك تجراسي عزيزه وغاليه إن شاء الله ربي يعطيها الصحة وزاد تحية كبيرة للوالد وعائلتي الموسى ربي يفضلهم لك إن شاء الله أمين ده هاي سمعنا حويجة غنى أمين غنى ما حاجة لعمرو ذيب ولا بالرسمي عويدوني عليك عويدوني عليك عشيوني عشيوني عليك عشيوني هاي سلمى عاد هاي سلمى غنى للسبكي عشيوني عشيوني زايد مرمز نسم علينا الهواء لا نسم خويا نسم ديجا جنب لمشيت هيلا هيلا اسمع يا كروندير قدام طقس بير نسم علينا الهواء هاي 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 نسم علينا الهوى من مصرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى يا هوى
سهلة وين تسكع بيت في منطورة أو صراخ إني لعنده ياها. برافو برافو. باه ميقال شنو رايك؟ والله خير كي مشات تمثل. عايز حل الفنانين الكبار. لا غير غير بيكون سوا الفنانين الكبار كل ديزولي اليوم عطا اي ديما كل ما صحيت صهرين كل راجل الحقيقه على الشجاعه على الشجاعه وثيقه اللي عندها كونت عندها صوت حمرا والله ليه هيا صحرا عندك جوكر صحرا عندك جوكر باش تخرب باه صحرا على شرط خليك تغني خليك تغني خليك تغني الاغنيه اللي اختارها انا غير يوم بن صالحة لا لا يا قاضي الحكام يا قاضي الحكام مش كيفي ديدي قاس منير بن صالحة سيك يا عنده غنية واحدة ذيك هذيك يا قاضي الأحكام نشكي لك حكيتي مع الأيام طويلة عطف عليا بجميلك زعما يقومش بختي الليلة يا قاضي الأحكام نشكي لك يا ربي العالم عاد كرماوي حاسين وتصفيت ورجعي دوروها كما كل مرة قمت مأخر قاعد نسهر برشا بو مش سهر مع الديوفر ولا نحكي مساجات لا مش سهر نتفرج ولا سهر نتفرج لا سهر نشوف ونبعث في الديزانفيتاسيون خاطر قلق كل وحدة والعزوبية المهم اليوم قررت باش نبدل حياتي ونصوحب خرجت من الدار الحومة باش نعرف التكتيكة متاعت صحيب قابلت صاحبي ريقات أول ما تراها أول ما تراها جحر لها يا عاد حسسهم اللي هما بالدنيا يا ريغاتا قولهم الكلنتين خل نمشي نخدم على روحي يا ريغاتا ودي الطفلة تحب القيرح يا ودي الطفلة ما ترحميه صور ما تراقي حللها حسسهم اللي انتي بالدنيا هزيت نصيحة صاحبي ريغاتا ومشيت قابلت الطفل جبيتك انت الكراش متاعي جستني تحب تشوفني قيرح ولا لا خذيت شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير وخرجت الصعيبة اللي فيه شو جسمي تحب تشوفني قرح ولا نعرفك امراه نعرفكم من نوع زي ما تعرف كيف يا شنلا قطعت تحب على تطيح لك در منها حتى انت هلو كيتي شنو هلو كيتي يا بابا استغرب طلعت ما تحبش فاش تعمل؟ مش قلت لي تشوكر دادي؟ بشي عكسة عملت على روحي قلت زيت اسمع كلام لأصحاب وقعت نحكي مع البنات اللي عرفت واحدة محلية في بالك اللي انت أحسن حاجة في حياتي؟ حتى انت في بالك؟ حلمت معها بكل شيء الورطة، الوزارة، الخنقة، الحبس أما هذا مع العبد اللي تحبه يهون أنا من ذبيك نوت من باب الكبير ونجي نخت ملا على حسب هذا نحبك تجيب لي صيغة بيضة وصيغة صفرة وصيغة خضرة وصيغة زرقاء لا مش هك عسلامة عسلامة نشرف بيك معرفة طيبة يعيش بيك أكثر يعيش هك أنك تكون محروم حاجة خايبة ولازمك ديما تحاول بشتغل تصفيقة كبيرة برشا على عاد كرماوي حسيلو دبدوب تلقاه موجود معنا كل نهار خميس عاد كرماوي برافو
يعطي الصحة. كنكون وصلنا لآخر الميسيون تاعنا كلكم شوية آخر باش تسمعوا الجديد هلا نور أغنية للمنتخب الوطني التونسي. شو اسمها الأغنية؟ حبك يا تونس. حبك يا تونس. كلمات وألحان خلنا نسمعوها. كلمات وألحان. خلنا حقهم زيادة. كلمات والحان أسامة بن مبارك، إخراج أسامة بن مبارك زيادة الكليب، توزيع وماسترينج صبر الزويغي، المونتاج لواء أرت. نشكر كل القايمين على الكليب هذايا والغناية، وإن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله مربوح الكليب ناسيونال. إن شاء الله ربي مربوح. باه. أقبال الساعة نتاع دار الومضة الإشهارية، بلي ومضة إشهارية تلقى مكتوبة من الموتى، معناتها سبونسورات فقط طبعا نرجع لكم. نبدا من بيا. Donc, je remercie Azar Diamonds على لي بيجو اللي انا لبستهم الليله ولبستني روبتي المزيانه الليله سونجا ميزون كوتور. باه زيد. تحيه لخونا جوزيف كوا في اللاك دو، ميرسي بوكو حما على التعب اللي تعبوا معنا وربي يخليك لنا. سحر. ميرسي بوكو شاين لوك على اللبسه، ميرسي بوكو مريوم غران بوتي على المكياج، تحيه لبناتي بابا وامي وعائلتي كل واصحابي. باه سلمى. ميرسي بوكو كريم بن عزوز على شعري ومكياج اميمه، ونقدم تحيه لعائلتي وصحابي الكل والناس الكل اللي شجع فيا. امون انت. ميرسي بوكو حتى انا نعرف ان ذيك. اي بيان سور. ميرسي بوكو مرتي اللي لبستني والياس كواف. مين؟ تحية لميمة على القيافة والتجميل، شكرا هاني كوليكشن طريق المرسى، وسبكي كل يوم حبك يزيد. نحب نقول ميرسي بيان لمدام ضحى ميس بريستيج على اللبسة المزيانة، وزيد برقاوي على الشعر فوالا. نحب تحية كبيرة برشا لسرار في اللاك دو في المولدو. ميرسي سرار بارك الله فيهم على الكوستيم، وان شاء الله ربي عام 2022 مبروك على ميغي على اصدقائي في سرار. ما ننساش خالد على وليد، عليهم الكل نسلم عليهم ونقول لهم ميرسي بوكو على اللي عملتوه معايا على امتداد الموسم هذا الكل. نسلم زاد على اخونا صديقنا محمد عز الناس محليه حمل بي جوزيف كواف في لاك دو اللي قايم بالواجب معنا ومع لي زانفيتي حتى اللي جيونا لهنا ومضيع وقته ويحضر معنا. دونك بارك الله فيه والف تحيه كبيره لسحر. ميرسي للا اللي جيت بحضنا اليوم. لله ان شاء الله بالتوفيق سلمى، نتمنى لك ان شاء الله ربي نجاح وتوفيق. امونيا باهي محلاها تطلع بحدنا هنا هلولة يا غاليه، معناتها انت الانفيتي الوحيده اللي في شهر تتعدى مرتين، هذا خاطرك بالرسمي محليك. محليك والله. كل مره تطلب منا حاجه باش يقولوا جيب لك تجي تتعشى بعد. لا 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 ما تتعشى. لا ما تتعشاش ما تتعشاش مع حتى حد، نكملوا مع السنجل الجديد لسلمى، نتقابلوا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه في جي دي تي. ليتكم زينه. باي باي تشاو. ما تشدونيش على الخضرة ما تشدونيش، هي بابا وامي هي